بالنسبة لتوقعات الشمس المزعجة هتبقى في برج العقرب. الشمس هتسيب برج الميزان اللي بيعتبر ساحر جدا علشان تدخل لبرج العقرب اللي بيبقى مقلق جدا. ده هيملأ حياتنا من خلال الأسابيع الجاية البسيطة علينا بعاطفة وطموح أكبر، استثمارات حكيمة جدا، لقاءات ممكن تبقى بتوقف قلوبنا، في صراعات خفية جدا هنبقى بنعيش فيها بشكل واضح جدا. بالنسبة لكل قرائننا في نصف الكرة الأرضية الجنوبية، فدخول الشمس لبرج العقرب هيتوافق جدا مع منتصف الربيع ده، لكن ده مش هيغير معنى دخول الشمس لأي برج من الأبراج. وتأثيرها النهاردة على برج الحمل بعد شهر من اللقاءات الجديدة والتبادلات اللي بتعتبر مجزية جدا مع كل الأشخاص اللي حوالينا، هتثير الشمس اللي بتدخل في برج العقرب لأنها ترجع مناخ يبقى أكتر هدوء في الفترة دي. الجو ده رائع جدا لو حبينا نفكر ونتعمق ونعرف إزاي نكتسبها من خلال لقاءات كتيرة أخيرة. هيكون ده استراحة مفيدة جدا لينا علشان نرتب كل شؤوننا ونفصل كل الحاجات الأساسية وكل الحاجات الغير ضرورية، هتدينا مجال أكتر من نفسنا علشان نعرف نقوم بالنوع ده من الشغل اللي هيمكننا مننا ندخل في عبور الشمس في القوس ده اللي بيعتبر فوار جدا في الظروف المناسبة. بالنسبة لي تأثر الشمس لبرج السور لما تدخل في برج العقرب هينفجر أعصابنا الهادية اللي بتعتبر عادة عندنا، هتنفجر في وش الأشخاص اللي حوالينا خاصة في الأسابيع اللي جاية. هتبقى بتنشئ الشمس اللي بتدخل في برجك اللي بيعكسك بشكل واضح جدا يا سور، اللي هو برج العقرب، علاقاتك طويلة الأمد على كل الأشخاص اللي حواليك، عندك لقاءات شيقة جدا، التزامات عاطفية واضحة، استثماراتك تعتبر ممتازة. هيكون الوقت ده مناسب جدا لو حبيت تعمل نظرة فحص على كل إمكانياتك وعلى كل علاقاتك سواء كانت عاطفية أو حتى مالية. لما يبقى بالوقت ده وأصبح مناسب هتاخد قرار فيها، هتكون أنت مستعد بشكل أفضل وبالتالي هيكون عندك فعالية أكبر. بالنسبة لي تأثير الشمس النهاردة لبرج الجوزاء، هتشير الشمس لتداخل مع برج العقرب النهاردة لبداية موسم ركود كبير بالنسبة ليك النهاردة يا جوزاء. هتخرج أقل وهتتولى كتير من الاهتمامات مع كل أصدقائك القريبين منك، عيلتك النهاردة وبيتك على كل العموم هتتوالى اهتمامهم أكتر، مش هتأثر عليك بنزاعات ولا صراعات خاصة اللي بتبقى بتحيط بيك في الأسابيع الجاية، بالكاد هتتأثر على الإطلاق اللي انت بتمر بيه. هتستفيد الأشخاص اللي حواليك من ظروف كتيرة مختلفة ليك، هتحصل من خلالها على الفضل لكل أشخاصهم، ممكن حتى تخص انتهازي بشكل كبير هيجيب لك ثمار واضحة جدا لو كنت بتاخد الوقت الكافي علشان تحلل وضعك ده بشكل يعتبر صحيح. هتعدك الشمس بحياة يومية سليمة وغير مفاجئة بشكل كبير. بالنسبة ليك النهاردة يا سرطان، تأثير الشمس على مداك لما تدخل برج العقرب، انت تعتبر احد العلامات الفاسدة في دايرة الابراج في الفترة دي. هتحصل على حاجات كتيرة من التكوين اللي بيبقى محتمل وبيبقى تعقيدي شوية، هيتم تعزيز طبيعتك الواضحة والذهنية بشكل كبير، ده هيسمح ليك بانك تلاقي الحل المناسب باستمرار ليك لأي مشكلة ممكن تبقى قادمة في طريقك. حتى خلال الأسابيع اللي جاية هتساعدك سحرك ومثابرتك علشان تعرف تستقر أكتر في حياتك العاطفية دي. كل أموالك النهاردة هتفضل فيها المناخ والمشاريع الطويلة الأجل، هتكون عندك تبادلات حلوة جدا مع كل الأشخاص اللي حواليك اللي بيعتبروا أكتر حماسة منك خاصة على اللي انت كنت عليه الفترة اللي فاتت. هتتمكن من انك تستمتع بتجديد لطيف لألفة حلوة ودفء حلو في كل العلاقات اللي عندك. بالنسبة النهاردة لتأثير الشمس لبرج الأسد في دخولها برج العقرب، انت النهاردة في حالة حلوة جدا، هتكون اكتر احكام بشكل واضح من الفترة اللي فاتت. ممكن للشمس النهاردة انها تدخل برج العقرب هتجيب لك شوية صراعات تعتبر خفية شوية في سطحك، لكنك هتبقى بتثير جدالات كتيرة للأسف مش هتعرف تنتهي، في النهاية هترهن بشكل واضح وهتبتدي تاخد خطوة للورا ترجع بيها، ويكون عندك شوية لباقة في كلامك وتبقى أكتر ذكاء مع الأشخاص اللي حواليك.
هيكون من الحكمة النهاردة انك تهدى شوية وتلفها لبضعة اسابيع. بالنسبة لك هتوجه طاقتك العصبية لأنشطة إبداعية وفنية هتبقى بتلهمك بشكل كبير. بالنسبة ليك النهاردة يا شمس تأثيرها على برج العذراء، لما تدخل برج العقرب أسبوعك بعد أسبوع هتبقى النجوم بتبتدي تهدى أكتر قبل ما تدخل بعمق أكبر في الشتاء اللي جاي. هتبتدي تشعر براحة كبيرة في المناخ الخفيف ده، لكن هتبقى معتمد أكتر في حياتك اليومية على الاستقرار. هتستلم النهارده حماية حياتك العاطفية وكل أموالك بشكل أفضل. هيديلك ده فرصة كبيرة علشان تعرف تحصل على قسط كبير من الراحة والتأمل والتحليل اللي انت محتاجه. هتقيم وضعك بشكل كويس قبل ما تدخل في فترة تعتبر أكتر ديناميكية من الوقت ده. حتى لو كانت متعبة بالنسبة ليك، في نهاية نوفمبر هتنجح في انك تتغلب على كل النزاعات اللي بتبقى حواليك من غير صعوبة كبيرة. بالنسبة ليك النهاردة يا ميزان، تأثير دخول الشمس على برجك ودخولها برج العقرب، الشمس هتسيب برجك وهتسيبك بشكل وحيد جدا، لكنك انت شخص واثق وهتعرف تستعيد روتينك بهدوء اكبر، وروتينك ده يعتبر اكتر ملائمة لكل اهدافك من الانجازات. هتكون تفاعلاتك مع كل الاشخاص اللي حواليك اكتر ندرة من اللي انت متخيلها، لكن لازم برضو تبقى عميق شوية علشان يتم وضع كل شيء في مكانه لبضعة أسابيع جاية، علشان تعرف تستثمر بحكمة وتفرز وتحلل كل المكاسب الأخيرة اللي عندك اللي انت كنت بتحققها، وتدي جسمك وعقلك راحة كبيرة لغاية ما تدخل الشمس برج القوس في نهاية نوفمبر وهتبتدي أنشطتك مرة تانية. بالنسبة لك النهاردة يا عقرب وتأثير دخول الشمس على برجك، عادة تكون أعياد الميلاد كلها مفيدة ليك في الفترة دي. هتحاول تتأكد انك على شخصيتك وهيتم إبراز تفاصيل كتيرة إيجابية لمدة شهر. هتكون انت في أفضل حالاتك ومتفائل جدا بشأن رؤيتك لأنشطتك من خلال الشغل وعلى انك تحقق كل أهدافك. التأثير ده يعتبر حلو جدا على علاقاتك العاطفية، حتى على كل أموالك وعلى أصول أمانك هتراقبها بشكل كويس. عينيك تعتبر ثقبة جدا على كل اللي انت بتقوم بيه، هتقوم بمراقبته بشكل بشغف أكتر بقدر الإمكان. ممكن يعتبر مدمر، هتفضل الجودة على الكمية لما يبقى بيتعلق الموضوع بالحب. بالنسبة ليك النهاردة يقوس وتأثير دخول الشمس لبرج العقرب هيأدي لي الفترة دي هتبتدي بعقل وسلام وراحة كبيرة بعيد عن كل الحجج اللي ممكن تبقى بتتولد فيها كأنت شاهد لطرف ثالث محايد. طاقتك عالية جدا على الرغم من ان كل تفاعلاتك مع كل الاشخاص اللي حواليك ممكن تكون هتبقى تضاءلت قليلا، الا انها هتبقى اعمق واكتر من اللي انت متخيله. هتبقى بتستعد لمأثرة كبيرة جايالك مع دخول الشمس في برجك في نوفمبر. هتستفيد من الاسابيع اللي جاية دي علشان تقابل اعادة لشحن طاقتك وتقيم وضعك بشكل كويس. الراحة النهاردة اساسك والتأمل في استراتيجياتك واضح جدا. الوقت النهاردة مناسب لو حبيت انك تعلن عن حبك او تفاوض على زيادة فيه. بالنسبة لك النهاردة يا جدي وتأثير دخول الشمس على برج العقرب هتهدئ من انفعالاتك السطحية بشكل كبير في الأسابيع اللي جاية. الوقت ده مناسب لو حبيت تنسحب قبل ما يحل الشتاء، لكن في هدوء كبير هيبقى مفاجئ ليك، هيناسبك بشكل مناسب تماما للي انت بتشتت انتباهك بعدي. في الوقت النهاردة مناسب لو حبيت تحلل وتقيم وتشتغل اكتر على كل اهدافك. هتكون قادر علشان تجري مناقشات كتيرة حلوة جدا مع كل الاشخاص اللي بيعتبروا يقظين جدا عندك. ممكن برضو تكون انت بتفترض انها تساعدك رؤيتك المتزايدة علشان تعرف افضل السبل علشان تستثمر اكتر مع نفسك عاطفيا ومهليا في الفترة دي. هتستفيد من الفترة الغنية بالمواجهات الحلوة دي علشان تكتشف اكتشافات جديدة ما تشبع بيها كل رغباتك. بالنسبة لك النهاردة يا دلو تأثير دخول الشمس على برج العقرب هتقضي تماما على اي خفة وبهجة عندك. هتترك نجومك في يوم تاني، هتضيق عندك شوية المناخ، هيبقى تركيزك بيشمل صراعات كتيرة مخفية في كتير من الاحيان.
هيبقى عندك نشاط مفرط مرهق هتاخد من خلاله موقف مفاجئ جدا، هيكون عندك استثمارات محفوفة بالمخاطر كلها، حجج كتيرة مش هتعرف تنتهي منها. حتى لو كنت بترغب في انك تتمسك بصفاتك الإيجابية هتحتاج انك تخفض شوية كلامك وطريقة تكلمك مع الأشخاص اللي حواليك، لأنك ممكن تكون متشدد شوية. أو حتى بنصحك انك تبقى منفتح أكتر على كل اقتراحات الأشخاص اللي حواليك. باختصار يعني عندك مرونة. بنصحك بس إنك تاخد بالك من أعدائك علشان ما تنشأش في الفترة دي ضغائن كتيرة تتخلص منها. بالنسبة ليك النهاردة يا حوت، تأثير دخول الشمس البرج العقرب عليك هتبقى بتثقل حدسك أكتر اللي بيعتبر عميق وصحيح. هيبقى عندك بناء كتير في الفترة دي. الفترة دي رائعة للاستبطان والتحذيرات والتحليلات الشخصية والتبادلات العميقة والمثمرة مع كل الأشخاص اللي حواليك. الاستثمارات الحكيمة اللي عندك في الحب وفي الأموال الوقت فيها مناسب جدا علشان تعلن عن الحب والزواج، أو حتى عن شراء بيت مناسب ليك، أو حتى إنجاب طفل ليك. هتدور دايما عن شغل وهتحاول تحصل على الترقية المناسبة. هتكون شخصيتك في دايرة الضوء، انت مليان بالسحر، لازم تتقبل النجاح في معظم مهماتك. دي كل تفاصيل دخول الشمس في كل الأبراج وتأثيرها على دخولها في برج العقرب عليهم.